لما بتعمل هالاعمال فيها يا ابن الحلال بدها تقوى يا ثوار وبسلاحك احنا حين انا حتى نبيدول الخوانا حتى يفرق لك سامانا بدها تقوى يا ثوار وبسلاحك احنا حين انا حتى نبيدول الخوانا حتى يفرق لك سامانا بدها تقوى يا ثوار ونحنا في كون النكبار والثورة والتعمار لقوا الله أكبر بدها تقوى يا ثوار ونحنا في كون النكبار والثورة والتعمار لقوا الله أكبر بدها تقوى يا ثوار ونحنا أماني عندك بالثورة مالك وحدك بشرنا من قدك بدها تقوى يا ثوار ونحنا أماني عندك بالثورة مالك وحدك بشرنا من قدك بدها تقوى يا ثوار وهاي والله نصيحة لثورتنا الجريحة حتى ما تكون قبيحة بدها تقوى يا ثوار وهي والله نصيحة لثورتنا الجريحة حتى ما تكون قبيحة بدها تقوى يا ثوار وبدها تقوى يا ثوار وجيش الحر الله يحميك لو نادى روح لبيك بالغالي انا بدي لك تحية للجيش الحر لك تحية للجيش الحر وجيش الحر الله يحميك لو نادى روح لبيك بالغالي انا بدي لك تحية للجيش الحر لك تحية للجيش الحر وجيش الحر يا حامينا يا حارس أراضينا والله فضلك علينا لك تحية للجيش الحر لك تحية للجيش الحر وجيش الحر يا حامينا يا حارس أراضينا والله فضلك علينا لك تحية للجيش الحر لك تحية للجيش الحر وفيك الراس والهرموش والشارب والله وحوش واسمع شو قال القاشش لك تحية للجيش الحر لك تحية للجيش الحر ولتنب والدوم وحاما جيش الحر الله حاما جبل الزاوي ما أحلى لك تحية للجيش الحر لك تحية للجيش الحر ولتنب والدوم وحاما وشامينا لا تهدمي بدي بروحي ودمي بقرب يسقط النظام وحكم الاسد بيوليش صوت نرجع بنعيد كلام على الصوت قوي منكم مشاركين كلهم الثوار صوتكم اللي بيطلع 10 دقايق وشامينا لا تهدمي وأول ما ابتدينا بإسقاط البشر آخر ما انتهينا بإعدام الدستور أول ما ابتدينا بإسقاط البشر آخر ما انتهينا بإعدام الدستور بدنا نجاهد على المكشوف على المكشوف شبيحة ما بدنا نشوف ما بدنا نشوف شامينا لا تهتم وجايينك جايينك لو خطوة البحار أعلناها ثورة أعلناها نار جايينك جايينك لو خطوة البحار أعلناها ثورة أعلناها نار لا يمكن نتراجع مهما كان وقار يا أحرار الثورة ثورتنا أعصار شامينا لا تهدف الله
وجمعنا شاملنا